بهدف المحافظة على النظافة العامة في البيئة المدرسية والتقليل من حجم النفايات المتراكمة وزيادة الوعي والثقافة بين طلاب المدارس، انطلقت فكرة مشروع سلة المهملات المدرسية، وهي عبارة عن حاوية تحتوي على حساسات للتعرف على كمية النفايات وكذلك حساسات ضوئية لتحريك الحاوية من مكان إلى آخر. حسان بن ناصر بن سالم العبدلي طالب في الصف 11. فجاء المشروع لقلب الموازين من خلال تعزيز ونشر ثقافة المحافظة على النظافة في البيئة وتقليل الروائح الناتجة من تراكم المخلفات والتخلص من النفايات المتراكمة وتقليل العبء الناتج لعمال النظافة. وتأتي أهمية المشروع في المدارس من خلال تعزيز وتقوية ونشر ثقافة المحافظة على النظافة بالإضافة إلى تقليل العبء لعمال النظافة. ومن ناحية أهمية المشروع لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أو الجهات المختصة في هذا النحو، حيث يعطيهم الوقت لتطوير وإيجاد تقنيات للمحافظة على النظافة في القرية، وكذلك يوفر لهم معلومات اللازمة لمعرفة الحاويات الأكثر كثافة للتركيز عليها، ويقلل لهم العبء الناتج من المرور لرؤية الحاويات وتفقدها بشكل يومي. هي عبارة عن حاوية تحتوي على حساس مسافة لقياس كمية المهملات في الحاوية، أيضا حساس ضوء لتتبع خط سيرها إلى مكان تجمع الحاوية بالحاويات، كذلك تحتوي على المعالج وهي وحدة التحكم في الحاوية، وتحتوي على محركين وإطار محوري لتتحرك الحاوية، وكذلك تحتوي على مكبر صوت لإطلاق عبارات تشجيعية تشجع المجتمع على رمي المهملات في مكانها المخصص. ولكننا قمنا بتطوير المشروع من خلال حذف بعض الميزات التي كانت في التصميم المبدئي، بحيث قمنا بحذف تحرك الحاوية من مكانها إلى مكان التجمع، وقمنا بإضافة نظام الألوان بحيث مثلا لون الأصفر مثلا للزجاج، فمباشرة تكون ثقافة الألوان منتشرة لدى المجتمع، فيكون مصنف الأشياء على حسب لون الكيس. فأول ما يحضر الشخص إلى الحاوية مباشرة، إذا كان لون الكيس مثلا أصفر تفتح الغطاء الرئيسي ويفتح المكان المخصص للأكياس باللون الأصفر، وقس على ذلك في ألوان ثانية. ويوجد ميزة أخرى وهي الغازات، بحيث أن إذا كانت الروائح كريهة بشكل كبير ترسل إشارة للجهة المعنية وتقوم الحاوية بإغلاق الغطاء الرئيسي ولا يفتح إلا بحضور الشركة الرئيسية. وفي المستقبل نخطط أن نضيف خزان لتجميع الروائح والغازات، حيث بإمكان استخدام بعض الغازات مثل ثنائي أكسيد الكربون لإطفاء الحرائق والميثان للاشتعال يشتعل، فبإمكاننا نستخدم في أشياء أخرى. وأضفنا ميزة حساس الوزن، عند وصول المهملات إلى وزن معين مباشرة ترسل إشارة إلى الجهة المختصة للحضور لأخذ المهملات من الحاوية، وإذا وصل الوزن إلى أقصى حد مباشرة يغلق الغطاء ولا يفتح إلا بحضور الجهة المختصة. وكذلك نطمح لتسويق المشروع، وهي حاوية وفق الطلب عبر الحواسيب أو الهواتف النقالية، يستطيع
الأهالي التحكم بها. عربة التسوق الذكية أحد الابتكارات الطلابية. تأتي فكرة هذا المشروع بهدف الحد من الزحام الشديد الذي تشهده أماكن التسوق، وتحديداً المجمعات التجارية، وذلك من خلال ابتكار عربة تسوق ذكية تقلل من عملية الزحام في الأماكن التجارية وتأخر المتسوقين في هذه الأماكن. جاءت فكرة المشروع حدثت لولد عمي وهو يريد الرجوع من المطار، فذهب ليشتري بعض الهدايا في السوق الحر لأصدقائي، فتأخر عند المحاسبين بسبب الزحام فطارت عنه الطائرة. كذلك نحن نواجه هذه المشاكل وقت الذروة في أيام المناسبات مثل العيد وأيام رمضان وكذلك يوم الجمعة. يهدف هذا المشروع المساهمة في تقليل الزحام وكذلك الحد من تأخر الزبائن أثناء التسوق، وكذلك زيادة الربح لدى المحلات وزيادة سمعة المحلات وإعجاب الزبائن بالخدمة المتطورة. عبارة عن سلة تسوق قاري البراكود، هو يقوم بقراءة السلع وعرضها، وعبارة عن شاشة LCD تقوم بإظهار قيمة السلع، وعبارة عن محركات تقوم بتحريك العربة، وعبارة عن حساسات تقوم باتباع الشخص وين ما يروح. وضعنا خطط مستقبلية، منها استبدال قاري قيمة المشتريات نستبدلها بحساس ذات جودة عالية، بالإضافة إلى استبدال حساس المسافة بحساس تتبع الكود، وإضافة خاصية استرجاع السلع، وإضافة برنامج المحاسب بحيث أن المحاسب يأخذ رقم العربة وتطلع الفاتورة، واستبدال البطارية بالخلايا الشمسية، وإضافة GPS بحيث أن العربة تذهب إلى موقع تجمع العربات. طبعا عنوان مشروعي هو الإسعاف السريع، وكما نعلم فإن الحوادث اليومية التي تقع في عالمنا المعاصر كثرت وزادت آثارها، فاستدعت نقلا سريعا للمستشفيات، لكن حركة سيارة الإسعاف قد تعرقلت بسبب الازدحام المروري عند إشارات المرور. من ذلك يمكن الإجابة عن السؤال التالي وتحديد المشكلة: كيف يمكن تيسير حركة سير سيارة الإسعاف بمرونة وسلاسة عند إشارة المرور في حالة وقوع الازدحام المروري في حالات الطوارئ؟
فكرة عمل المشروع هي أنه عندما تمر سيارة الإسعاف ضمن نطاق معين عند إشارات المرور تمر سيارة الإسعاف عند الحساس فيقوم بإرسال قراءات معينة إلى إشارات المرور ما تسمح لها بتغيير اللون من اللون الأحمر إلى اللون الأخضر والذي يعني فتح حركة المرور أمام السيارات وسيارة الإسعاف وغلق حركة المرور في الإشارات الأخرى المتبقية فذلك يساعد على تنظيم حركة سير سيارات الإسعاف مع مستخدمي الطريق عند إشارات المرور. يهدف هذا المشروع لعدة أهداف أبرزها تيسير حركة سيارة الإسعاف عند إشارة المرور في حالة وقوع الحوادث أيضاً تطوير نظام حركة سيارة الإسعاف عند إشارة المرور في حالة وقوع الحوادث أو الحالات الطارئة أيضاً تيسير حركة سيارة الإسعاف مع مستخدمي الطريق وجعلها مرنة وسلسة ومن أهداف المشروع أيضاً هي إيصال المصاب أو المريض إلى المستشفى بأقل وقت ممكن وبأقل مضاعفات ممكنة. أهمية المشروع بالنسبة للمجتمع الصحي هي إيصال المصاب أو المريض إلى المستشفى أو المجمع الصحي بأقل وقت ممكن وبأقل مضاعفات ممكنة قد تحدث له. أيضاً خفض التوتر لدى سائق الإسعاف حتى لا يتعرض لحوادث تضر بالمصاب ومستخدمي الطريق أثناء عبوره عند إشارات المرور. قمنا بتصميم نموذج أولي لهذا المشروع ويتكون من الحساس والذي يرسل قراءات معينة لإشارات المرور من خلال سيارة الإسعاف أيضاً يتكون من أضواء LED والتي تعبر عن إشارات المرور بأضوائها الثلاثة وأيضاً الأردوينو والتي تعبر عن العقل أو المعالج المستخدم في هذا المشروع. في النموذج الأولي لهذا المشروع قمنا بتغيير التقنية المستخدمة في النموذج الأولي حيث أننا قمنا باستخدام تقنية أخرى ذات كفاءة عالية وجودة عالية مما تساعد على إعطاء قراءات دقيقة وقراءات صحيحة لإشارات المرور وتكون أيضا بصورة سريعة حتى تستجيب لها إشارات المرور. في النموذج المطور قمنا بتغيير التقنية المستخدمة عن التقنية المستخدمة في النموذج الأولي حيث أننا قمنا باستخدام تقنية ذات كفاءة عالية وجودة عالية مما تساعد في تسهيل الحركة أمام سيارة الإسعاف أيضاً أن هذه التقنية المستخدمة تكون بصورة سريعة أسرع من التقنية المستخدمة في النموذج الأول. أيضاً في النموذج الأول قمنا بإضافة حساس البوصلة والذي يساعد في تحديد الاتجاهات التي تأتي منها سيارة الإسعاف في حالتها الطارئة.